للمزيد من النقاش والقراءة حول مخرجات وتوصيات المنتدى الحضري العالمي نستقبل هذا الهاتف من الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. يعني دكتور إسلام برحب بك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك وبكل المتابعين. أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد كلنا تابعنا المنتدى الحضري العالمي اللي بينعقد بعد 20 سنة في دولة أفريقية، واختارت مصر العاصمة مدينة القاهرة، وكان ده تحدي كبير إن هي تقيم فيها فعاليات المنتدى لما لها يعني من إن هي العاصمة وبها أكيد تكدس مروري وازدحام، ولكن كان التحدي إن يتم التنظيم في هذه المدينة يعني للإعلان عن كم التطوير في القاهرة وما شهدته القاهرة من مشروعات بنية تحتية كثيرة. كيف قرأت هذه الخطوة؟ خليني أقول لحضرتك المعنى الأساسي الذي يدور حواليه المنتدى العالمي وهو المشكلة الأساسية اللي الأمم المتحدة بترد أنها تكون ظاهرة في السنوات القليلة القادمة، وهي الانتقال السريع لسكان العالم إلى التجمعات الحضرية. يعني ببساطة كده هي الانتقال إلى المدن أكتر أو تحضر الريف، وفي الحالتين في الحقيقة هتواجه المدن تحديدا والعواصم بشكل خاص، يعني هتواجهها مشكلة كبيرة جدا في أنه ضغط على البنية التحتية وضغط على المرافق. وبالتالي الأمم المتحدة كانت يعني واحد من أهم المحاور اللي كانت بتناقشها كيف تتحول هذه المدن إلى مدن مستدامة بحيث أنها توفر الأمان لساكنيها، لأنه المدن بلا استدامة هي مدن تعرض سكانها للخطر. المرافق التي لا تتحمل زيادة السكان هي في الحقيقة تتحول إلى مدن خطر على سكنيها وتفقدهم معنى السكن. السكن بمعناه الحقيقي هو أن تسكن في المكان وتطمئن. وبالتالي وجود مدن يعني سكانها يمثلوا خطر على مواردها، ده في الحقيقة يفقدها معنى السكن اللي موجود فيه. ده في الحقيقة مصر يعني كانت رائدة في التعامل مع هذه المشكلة تحديدا من محورين. المحور الأول هو إيجاد دايما تجمعات حضرية بعدد كبير بحيث أن هي تستقبل رغبات المواطنين في الانتقال إلى تجمعات حضرية. كتير من المدن الجديدة اللي تم تدشينها في السنوات الخمس الأخيرة هي الحقيقة معمولة عشان هذا الهدف. أولا رفع الضغط على المدن القديمة. مدننا القديمة في الحقيقة يعني بذلت معانا مجهود كبير وتحملتنا لفترات طويلة جدا. صحيح. وبالتالي كان مهم جدا إيجاد متنفس جديد لهذه المدن ولسكان المدن القديمة للانتقال إلى بيئات أكثر استدامة، مرافقها أكثر حداثة، كمان تتحمل النقلات التكنولوجية اللي لابد أن المدن تروح لها دلوقتي، وهي التحولات الرقمية والمدن الذكية. وبالتالي البنية التحتية اللي كانت موجودة في المدن القديمة في الحقيقة لم تعد تحتمل هذه التطورات التكنولوجية الكبيرة، وده في الحقيقة مصر قامت بإيجاد مدن يعني تحت بند يعني تقع تحت تصنيف المدن الذكية، وده زي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين. صحيح. وغيرها من المدن الجديدة، بالإضافة بقى إلى خلق أماكن تصلح للتجمعات أو المباني الحكومية اللي كان لازم تواكب التغيرات التكنولوجية الجديدة من حوكمة ورقمنة. وبالتالي أصبح وجود ظهير عمراني للمدن القديمة في مدن جديدة، ده بيدعم نقل المناطق الحكومية. أشهر طبعا مثال على ده هو الحي الحكومي في العاصمة الإدارية. بالتأكيد التجمعات اللي كانت موجودة في القاهرة القديمة في الحقيقة كانت لن تستطيع أن تتحمل هذه النقلة وهذه الرؤية. بتسبب كمان اختناق مروري يعني وتكدس، لأنه يعني عدد كبير من الموظفين والعاملين في الدولة ساعات عمل متقاربة، فكان يعني توقيتات بتغلق المدينة بالكامل. حضرتك شايف إزاي أو المنتدى الحضري العالمي تناول فكرة قضاء مصر على العشوائيات أو المناطق الخطرة وتحويلها لمناطق
مناطق آمنة، ومش بس الاستثمار في هذه المناطق وتحديثها وإزالة الخطر منها، ولكن إقامة مدن وتجمعات حضرية تليق بالمواطن المصري من الطبقة المتوسطة والبسيطة، لأن الحقيقة التكلفة كانت هتكون مرتفعة جدا لتطوير المناطق دي. تفضل يا دكتور. ده حقيقي. خليني يعني أحييكي على هذا الطرح، يعني لأنه في الحقيقة يعني مبادرة مصر في هذا الملف مبادرة رائدة جدا وقوية جدا. خلينا نقيسها على نفسنا، إن إحنا لفترات طويلة جدا يعني يمكن عقود مرت على مصر وهذه المشكلة قائمة ومفيش حد قادر يتدخل فيها بسبب زي ما حضرتك أشرت كده للتكلفة العالية جدا لفتح هذا الملف ومعجزة. في الحقيقة نجاحنا هو نجاح على تفوقنا على تفوق على ذاتنا، يعني ان احنا لفترات طويله مش قادرين نحل المشكله وبمبادره قويه جدا قدرنا نحل هذه المشكله، فده اول تحدي. التحدي الثاني انه في الحقيقه هذه تجربه يعني العالم كله في الحقيقه بيعاني منها دلوقتي، وجود المناطق الخطره وغير الامنه وغير المخططه اللي في الحقيقه بتخنق المدن المخططه على كل اطراف المدن في العالم كله مش بس في مصر. صحيح. ولكن في مصر طبعا كانت التجربه يعني واضحه جدا، تنمو العشوائيات، هتلاقي دايما في اطراف المدن المخططه تنمو العشوائيات، ودي في الحقيقه بسبب عدم توفر التخطيط والتوسعات المطلوبه للمدن، ودي في الحقيقه النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان مصر خلاص بقت عندها توسعات وامتدادات لمدنها وتجمعاتها الحضريه، وبالتالي ما عادش عندنا المشكله دي. هتبقى بقى المشكله القديمه وهو كيف نتخلص من هذه المناطق العشوائية. خليني بس أسأل سؤال، هو أنا ليه أتخلص منها أصلا؟ يعني في الحقيقة المرجعية الأساسية هي الإنسان، هو الشخص اللي المفروض يعيش آمن في سكنه، يحصل على جودة حياة، وده طبعا مش هيحصل عليها أبدا وهو في هذه المناطق العشوائية غير المخططة. لا هيعرف يوصل لهواء جيد، ولا هيعرف يوصل لشمس تدخل الوحدة بتاعته، كمان على مستوى الخدمات كلها مش هتبقى يعني تليق بالإنسان اللي المفروض يكون عنده مياه وكهرباء وغاز وخلافه، يعني من الخدمات اللي طبعا المناطق العشوائية غير مؤهلة تماما لأنه هذه المرافق تدخل بكفاءة عالية. وبالتالي كانت التحدي بقى إزاي هنعيد صياغة هذه التجمعات. كانت الفكرة الأساسية اللي مصر كانت طائبة فيها الحقيقة هي إعادة استغلال الأصل، يعني خلينا نوجد بديل لمنطقة من المناطق العشوائية ننقل فيها السكان. وفي الحقيقة طبعا كان عندنا تجربة أو تجارب، مجموعة تجارب كبيرة الأسمرات وغية العنب وما إلى ذلك، يعني حقيقي أنه الناس بتنتقل إلى مناطق أو وحدات سكنية متشطبة بالكامل، مفروشة بالكامل. صحيح. فيها كل الأجهزة، وبالتالي نوجد البديل بحيث أنه هذا الانتقال لا يكون له أثر اجتماعي سيء. يعني كمان يا دكتور لو تتفق معايا انه هذه المخططات او هذه المدن مش بس راعت فكره السكن بانه يعني عقار او منزل مفروش بالكامل وما الى ذلك، ولكن راعت فكره الجيل او النشء، يعني انه توافر نادي، مستشفى، مبنى اجتماعي في هذه المدينه، يعني فكره احتواء هذا النشء او هذا الجيل من اتجاهه ل يعني مخططات اخرى مثلا إدمان وما إلى ذلك، وكل يعني جوانب السوء التي نراها في مجتمعات أخرى، ولكن وفرت لي فكرة المدارس، المستشفيات، الملاعب الرياضية. يعني ده حقيقي وصحيح 100%، لأنه أنا دايما بقول أنه في المناطق العشوائية مسرح وبيئة جاهزة لكل الأنشطة المخالفة للقانون، وده في الحقيقه بيخلي الجزء الاكبر من ساكني هذه المناطق، وهم طبعا ما يحبوش ان هم ينخرطوا في هذه الانشطه المخالفه للقانون، ولكن بيتخذهم بقى الخارجين عن القانون كدروع بشريه. صحيح. يعني تخيلي حضرتك مثلا انه زي ما حضرتك اشرت كده انه تجاره المخدرات في هذه المناطق، لانه الشوارع غير مؤهله لكل الشرطه ولا المطافي ولا اي حاجه من دي، فالناس بتكون تحت الحصار. يعني انا دايما بحب اقول انه التجمعات البشريه في هذه المناطق بتكون محاصره جدا. فكره الانتقال بقى الى بيئات مخططه وامنه زي ما حضرتك اشرت كده، هنلاقي فيها كل الخدمات اللي بتدعم جوده الحياه. هنلاقي فيه اسم الشرطه، وهنلاقي فيه المطافي، وهنلاقي فيه الحضانه، وهنلاقي فيه المدرسه، هنلاقي فيه كمان الملاعب والمناطق التنزه او ريكريشن، يعني للمفترض ان هي تخطيطيا لازم تتوفر لكل الناس بنسب ومعايير تخطيطيه معينه.
ده في الحقيقه يعني كان واضح جدا، ويتبقى بقى الجزء اللي اضطرد ان احنا نبذل فيه مجهود في الفتره القادمه، وهي رفع مستوى الانسان. احنا ممكن نرفع مستوى العمران والبنيان، ولكن يتبقى رفع مستوى الانسان وتاهيله انه يخرج من العشوائيه. هو خرج منها فيزيكال يعني، او خرج منها بشكل مادي، ولكن يبقى اجتماعيا بشكل اجتماعي بالظبط. طب دكتور، نقطه تحقيق العداله والمساواه للمدن المستدامه، لو نشرحها اكتر للمشاهدين، دي كانت من ضمن توصيات المنتدى الحضري العالمي، اتفضل. خلينا اقول لحضرتك انه فكره الاستدامه هي اصلا فكره من اجل تحقيق العداله. يعني النهارده لو عندي مدينه فيها، خلينا نقول رقم مثلا 100، عدد 100 من مورد معين من الموارد، فكرة أن القائمين في هذه المدينة أو القاطنين فيها يستهلكوا 100، فده في الحقيقة معناه أنه الأجيال القادمة هتخرج مش هتلاقي من المورد ده أي حاجة، وبالتالي ده ما بيعتبرش من العدالة. المهم في المدن المستدامة هو الحفاظ على استدامة الموارد. يعني لو أنا النهاردة عندي بترول مثلا، أنا بولد منه الكهرباء، فالبترول ده يعني طاقة ستنضب عاجلا أم آجلا يعني. صحيح. وبالتالي إيجاد مورد مستدام يخلي كان المدن والتجمعات الحضرية في أمان وتؤمن ليهم هذه الموارد على المدى البعيد، هو ده معنى ببساطة يعني معنى الاستدامة اللي خرجت بها نتائج المؤتمر النهارده. وبالتالي النهارده لما نستبدل بقى الطاقات زي اللي أشرت ليها كده بطاقات متجددة، طاقة الشمس وطاقة الرياح وخلافه يعني من الطاقات المتجددة، يبقى معنى كده ان انا بحافظ على عدالة، لانه الشمس هتفضل تطلع والرياح تفضل موجودة وخلافه. وبالتالي هي دي فكرة الاستدامة وعلاقتها بالعدالة وتأمين الموارد للأجيال القادمة، وده بيخليهم في أمان في تجمعاتهم الحضرية، وما يبقوش قلقانين ان بكرة ممكن ما نلاقيش المياه، ما نلاقيش الكهرباء، ما نلاقيش الغاز وخلافه. بالتأكيد. يعني الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، شكرا على كل هذه المعلومات.